في الحضور تدونون حضوركم لأن مطلوب من رئاسة الفرع. اللي أخذتوه بالبداية مع دكتورة شروق ودكتورة سهاد كان كله Introduction to Molecular Biology. عرفت ويا دكتورة شروق المادة الوراثية، عرفت السترلايزيشن، الانتيبيوتيك ريزيستنت. راح تبدأون إن شاء الله من اليوم إلى نهاية الكورس راح تعرفون شنو أنواع البكتيريا المرضية وشنو الإصابات مالتها، شلون يتم تشخيصها وعلاجها. بالنسبة لمحاضرة اليوم هي حتكون ليست البكتيريا المرضية وإنما دي نورمال فلورا في هيومن بودي، يعني نبدأ بأنه هذه البكتيريا اللي تكون موجودة طبيعيا في in your body but without resulting in disease or infection. طلاب بس نبهوني إذا الصوت ما واضح أو المعلومة ما توصلكم أو إذا الطالب عنده سؤال. تمام، الصوت واضح إن شاء الله. واضح دكتورة، واضح. تمام، من هو يحكي وياي؟ أحمد دكتورة. أحمد. أوكي، the concept of normal flora. شنو مفهوم النورمال فلورا؟ Normal flora is the term used to describe the various bacteria and fungi that are permanent residents of certain body sites, especially in the skin, oropharynx, colon and vagina. فإذا هي توصف لي البكتيريا والفطريات اللي موجودة في مواقع أو في سيلز معين in your body. Viruses and parasites such as protozoa and helminthus, which are the other major groups of microorganisms, are usually not considered members of the normal flora, although they can be present in asymptomatic individuals. The normal flora organisms are often referred to as commensals. فإذا أنا لما أجي للمايكرو أورجانيزم هي تكون يا إما بكتيريا أو فنجاي، أوكي، اللي قلنا هي هاي نورمال فلورا، لكن لما أجي للفيروسز والباراسايتس، الباراسايتس هذه ما تكون نورمال فلورا، هذه هي باثوجينز. نعم، أي هي الصورة واقفة، هذا سلايد. بالعنوان احتمال النت ضعيف من يمك، هذه المشكلة عند الجميع. دكتور يعني سبحان على أول سلايد مال نورمال فلورا ما طالع أي شرح. ليش؟ دقيقة هسه. هذا دكتور هسه ظهرك. تمام هسه؟ اوكي. تمام تمام دكتور. فإذا لما نجي للمايكرو أورجانيزمز، نعم، لما نجي للمايكرو أورجانيزمز قلنا أنه تكون بكتيريا أو فانجاي، أوكي، فيروسز أند باراسايتس. بالنسبة للبكتيريا والفنجاس هذه تكون هي نورمال فلورا في الجسم، أما الفيروسز أند باراسايتس، الباراسايتس إن شاء الله تاخذوها بالتفصيل هي والفيروسات في الكورس الثاني. هذه تكون pathogens حتى لو كانت موجودة في الشخص بدون أن تظهر عليه أي أعراض مرضية. The normal flora can be referred to as commensals، يعني نسميها بالمتعايشة. شنو تعريف commensals؟ Commensals are organisms that derive benefit from another host but do not damage the host. إذا هي تستفيد من عندك لكن بدون أن يسبب لك أي ضرر. The members of the normal flora vary in both number and kind from one site to another. Although the normal flora extensively populates many areas of the body, the internal organs usually are sterile. فإذا النورمال فلورا هي حتكون أعدادها أنواعها سنأخذها في السلايدات القادمة تكون متغايرة من موقع إلى آخر في جسدك، يعني البكتيريا اللي عايشة على الجلد هي ما تكون موجودة مثلا for example في another part of your body،
وهسه نعرف الأسباب في السلايدات القادمة. لكن هذا مو يعني انه النورمال فلورا يعني هذه البكتيريا او الجراثيم اللي ما تسبب مرض هي موجوده في كل عضو من جسمك، لا. The internal organs usually are sterile. For example مثلا الدماغ والدم والاعضاء الداخليه في جسدك ما تكون حاويه على النورمال فلورا. Normal flora can be arranged into two groups. هذا قد يأتي سؤال. What are the groups of normal flora? فإذا عندي نوعان من normal flora. The number one is resident normal flora, which consists of relatively fixed types of bacteria regularly found in a given area at a given age. It acquired rapidly during and after birth and always present permanent. If disrupted, it quickly reestablished itself. فإذا هذه تكون احنا نقول انه permanent، انه تكون مقيمة موجودة always in your body. وهذه عادة يكتسبها الشخص لما يعني في عملية الولادة. اوكي، وحتى في حالة انه صار disruption إلها، يعني احنا جدا نقول انه disruption مثلا موجوده normal flora in your intestine في امعائك، بعض الاحيان لما تاخذ antibiotics الانتيبايوتكس راح تاذيها وبالتالي تقتلها، لكن هي quickly reestablishes itself تستعيد قابليتها وطاقتها وترجع من جديد in your body. الجروب الثانيه هي transient normal flora، هذه تكون لا تكون عابره، يعني تجي للمكان لكن your body will remove them. It consists of both non-pathogenic and potentially pathogenic bacteria that inhabit the body surface or mucous membranes for a limited period. فإذا هنا تكون موجودة لفترة معينة وبالتالي removed. They can be removed from the body surface by mechanical means such as pneumococcus and meningococcus. هذه البكتيريا نيموكوكس هذه هي يسموها المكورات الرئوية، هذا تصيب الرئة، والمننجوكوكس هذه اللي يسبب السحايا، ستأخذوها بالتفصيل بالمستقبل بالبكتيريا المرضية. هذه can be removed from nasopharynx of human beings from time to time. فهذه لما تجي for example the nasopharynx directly your body will remove them. طبعا عملية secretion of mucus وغيرها فيطلعها من your body. لحد الآن اكو سؤال طلاب؟ اكو سؤال؟ صوت لا دكتور واضح، أنا واضح. محاضرة واضحة. ألو، أكو واضحة؟ واضح دكتور، واضح واضح. تمام. أوكي. Advantages يعني قد يسأل الشخص إنه ليش موجودة in your body the normal flora، وهذا السلايد جدا مهم إنه خلينا نشوف شنو أهميتها في البادي. The presence of normal flora isn't essential to life, yet the resident flora of certain areas plays a definite role in maintaining health and normal function. For examples, خلينا نشوف شنو أهميتها. Firstly, members of the resident normal flora in the intestinal tract synthesis vitamin K and B complex. فإذا firstly شنو أهميتها in your body؟ هي لتخليق فيتامين كي and بي كومبلكس. هاي أول معلومة تدونها. اثنين، aid in the absorption of nutrients and food metabolism by producing proteolytic enzymes. فإذا في مجال تخليق الفيتامينات وفي مجال الـ absorption of nutrients and food metabolism.
فهذه أول معلومة. المعلومة الثانية أنه on mucous membranes and skin the resident normal flora may prevent colonization of by pathogens and possible disease through bacterial interference. عندي أنه النورمال فلورا لما ما تكون موجودة في جسدك في مكان معين، خلينا نقول في الميوكوس ميمبرينز، وين موجودة الميوكوس ميمبرينز؟ مثلا تبطلني الجهاز التنفسي، تبطل الجهاز الهضمي، أوكي، الجهاز البولي، فهنا تمنع الإصابة بالبكتيريا المرضية. هذا من خلال the mechanism of bacterial interference may involve، من خلال شنو؟ شلون تبدأ النورمال فلورا تمنعني الإصابة بالبكتيريا المرضية؟ هذا قد يأتي لك سؤال راح تجاوبه. أولاً من خلال competition for receptors or binding sites on host cells، فإذا راح تتنافس مع البكتيريا المرضية، ما تخليها تلتصق بالهوست سيل، على الهوست سيل على سطح الجسم مالت الهوست الخلايا موجودة ريسبترات ريسبترز من خلالها تلتصق البكتيريا المرضية، فحصير competition between normal flora and the pathogenic bacteria. اثنين competition for nutrients، فإذا هي راح تنافس الباثوجينز، ما راح تخليها على المواد الغذائية اللي موجودة، وبالتالي تمنع الإصابة. أوكي، ثلاثة mutual inhibition by antibiotic materials or bacteriocins. تعريف البكتيريوسين جدا مهم، يعني توقع انه يجي بالكويز، يجي بالفاينل، يجي بالميد، بأي مكان. شنو البكتيريوسينز؟ ان انتي بكتيريال سبستانسز اور سبستانس برودوس باي ا سترين اوف بكتيريا اند هارمفول تو انذر سترين وذين ذا سيم فاميلي. فاذا البكتيريا هذه النورمال فلورا راح تفرز مادة اللي هي البكتيريوسين، البكتيريوسين هذا شغله مثل الانتيبايوتيك، يقتل البكتيريا المرضية اللي داخلة لجسدك، اللي هي شو تكون؟ تكون من the same family. اوكي، فاذا من خلال هاي الثلاث نقاط شنو فائدة النورمال فلورا؟ انه هي سوت competition ومنعت the colonization by pathogens. الادفانتج الثالث لنورمال فلورا انديوست انتيبوديز برودكشن، تحفز جسمك على انتاج الاجسام المضاده. ذيس انتيبوديز كروس رياكت وذ باثوجينز هافينج ريليتد اور شورت انتيجينز ثس رايزنج ذا اميون ستاتس اوف ذا هوست اجينست انفيدنج باثوجينز. فاذا ما دام تحفز جسمك انه يكون الانتيبوديز، بالتالي حتكون عندك rising your immune status، حيقوي مناعة الجسد. These are three advantages of the normal flora in your body. قد يسأل شخص انه اوكي هي فادتنا، صنعت لي الفيتامينات، منعت الإصابة بالبكتيريا المرضية، الفائدة الثالثة قوت المناعة مالت وخلت جسدي يفرز انتيبوديز وبالتالي يقلل الاصابه بالباثوجينز. اوكي، الها ديس ادفانتج، هل بالامكان النورمال فلورا اللي موجوده ان ماي بودي افكت مي؟ اوكي، ذير ار ديس ادفانتجز اوف نورمال فلورا. فيرستلي ذي بيكام باثوجينيك وين ذا اميونيتي از ويك. بعض الاشخاص اللي نسميهم immuno compromised patients، هذا الأشخاص يكون عندهم نسميه بالعوز المناعي مصابي for example، فهذه البكتيريا النورمال فلورا عادة نسميها احنا بالopportunistic pathogens، تستغل أو انتهازية، مش وقت ما مناعة الشخص قلت أو انصاب بأمراض أخرى تقلل مناعته، هي تنتهز الوضع وتكون مرضية. الديسادفانتج الآخر هو they may act as pathogens in different tissue other than the normal habits. For example, normal flora in intestine may cause urinary tract infection. هي هذا تفسير النقطة الثانية،
انه هي نورمال فلورا في مكان معين من البودي، مثلا الشريشيا كولاي اعتقد اخذتوها بالمخبر وصبغتوها الاسبوع الفات. الشريشيا كولاي هي نورمال فلورا في الامعاء. اي شخص هسه يروح يسوي كلتشر ياخذ فور اكزامبل ستول ويسوي له زرع راح يلقى نورمال فلورا موجوده للشريشيا كولاي. لا هاي لما تكون هي في اليورين تيستن، لكنه لو راحت لليورينري تراكت حتصير باثوجينز. ليش؟ لان هي مو بمكانها الطبيعي. اوكي، فهذا الديس ادفانتج الاخر انه لما تكون في غير مكانها الطبيعي حتكون باثوجين. اوكي، لحد الان المحاضره واضحه؟ اي طالب عنده سؤال؟ دكتوره؟ نعم. المحاضره مسجله؟ لا. اوكي، شكرا. هلا، المعلومات واضحه طلاب؟ العفو دكتوره، هي النورمال فلورا ممكن تكون يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ما عليها؟ both of them. يعني مثلا الايكولاي نعرفها جرام نيجاتيف. اي جرام نيجاتيف، مثلا عندك الستاف ستافيلوكوكس ابيديرميكس موجوده على الجلد، هاي تكون جرام بوزيتيف. فهي ميكس اوف تو ثيم. حتى بالحاله اذا هي مو نوم يعني مو باثوجينك عادي جرام نيجاتيف، يعني مو الا تحاول حتى يعني هي بالحاله الطبيعيه. لا لا لا، هي نفسها الشريشيا كولاي نفسها مثل ما قلنا هسه بالامعاء هي نورمال، لكن لما تروح للجهاز البولي راح تكون باثوجين لان هي مو بمكانها الطبيعي فتبدي تخرب. اوكي ماشي ماشي دكتوره. تمام. وهي مثل ما قلنا اول سلايد مو فقط البكتيريا لكن الفنجس ايضا وياها، يعني اكو بكتيريا العفو مو بكتيريا فنجس يعني فطريات اللي هي كانديدا البيكانس، هذه تكون عندنا هسه حاليا احنا الادولتس هي نورمال فلورا تعتبر، لكن لما اجي القاها في طفل حديث الولاده عمره شهرين او هذه هذا لا حتكون باثوجين قد يسبب له دياريا وغيرها. فهي حسب العمر حسب المكان حتكون نورمال اور نوت. مثل ما قلنا انه خلينا يعني اقرب بكتيريا لكم والطلاب عاده يتعاملون وياها بالمختبر هي الايكولا. هسه طالب يسال انه ليش هي تكون موجوده نورمال فلورا بالانتستين بالامعاء يعني بدرجه كبيره بالامعاء الكولون اللارج انتستين، في حين ما تكون نورمال فلورا على سبيل المثال في خلينا نقول في الاوروفارينكس او بالنويز. ليش يعني ليش هالسبيسيفيتي؟ فهذا نسميه بالتيشو سبيسيفيتي. The most members of normal bacterial flora prefer to colonize certain tissues and not others. ليش هسه هذا السؤال انه طالب اوكي دكتوره ليش موجوده هنا الاشريشيا كولاي لكن ما القاها بالنوز فور اكزامبل؟ هذا نسميه بالتيشو سبيسيفيتي. It's usually due to properties of both host and the bacterium. اوكي اذا اكو سبب يعتمد على الهوست، الهوست اللي اقصد به الهيومن اوكي والبكتيريا. اولا تيشو تروبيزم. One explanation for tissue tropism is that the host provide essential nutrients and growth factors for the bacterium in addition to suitable oxygen pH and temperature for growth. فأول سبب هو انه هذا الموقع اللي موجوده به البكتيريا هذا انه يوفر لها الاسينشال نيوترينس المواد الغذائيه اللي تحتاجها ان اتس جروث. ايضا الاكسجين البي اتش يكون مناسب لها، درجه الحراره في هذه المنطقه تكون مناسبه لها. لاحظ هذا السلايد، هذه بكتيريا الاسم العلمي لها لاكتوفيلس Lactobacillus acidophilus colonize the vagina because glycogen is produced. فإذا موجودة
في هذه المنطقة في هذا السايت in the body الكلايكوجين. فهذه البكتيريا تحتاج هذه المادة which provides the bacteria with a source of sugar. فهي تحتاج هذه المادة حتى for growth. Okay, that they ferment to lactic acid. فتخمرها وتحولها إلى lactic acid. فإذا في هذه المنطقة موجودة هذه السكريات اللي هي important for their growth. السبب الآخر اللي يجعل البكتيريا prefer this site not another site هي نسميها بالspecific adherence. هذا السلايد جدا مهم. إنه most bacteria can colonize a specific tissue or site because they can adhere to that tissue or site in a specific manner that involves complementary chemical interaction between bacterial components. موجود على سطح البكتيريا إذا تلاحظ السلايد ال البكتيريال سيل يكون على سطحها موجود الأدهيسين أو نسميه الليجاند. هذا من خلاله تلتصق بالهوست سيل اللي نسميه موقع الالتصاق على الهوست سيل هو الريسبتر. فإذا يكون سبيسيفيك أدهيجين يعني موجود إنه لازم موجود ريسبتر معين على تقتل البكتيريا وتلتصق به. The bacterial components are molecular parts of their capsule. قد تلتصق من خلال الكابسول or fimbria or cell wall. The receptors on human cells or tissue are usually glycoprotein molecules located on the host cell or tissue surface. فإذا هذا المخطط اللي أمامكم يبين نوع الريسبتر اللي موجود على الهوست سيل وكيفية إنه تلتصق بالبكتيريا من خلال الأدهيسين. الأدهيسين هذا تعريف أيضا جدا مهم اللي هو بكتيريال سيرفيس كومبيننت اللي من خلاله تلتصق البكتيريا مع الريسبتر اللي موجود على الهوست سيل. فهذه السببين اللي تجعل البكتيريا إنه أوكي هي تفضل إنه تلتصق أو أو تكون موجودة في تشيو معين ما تكون موجودة في تشيو آخر. تمام؟ لحد الآن أكو سؤال؟ أكو سؤال؟ واضح دكتورة. واضح. يمكن بس أحمد قاعد دا يسمع المحاضرة، البقية ماكو. لا موجودين دكتورة. أوكي واضح. تمام ممكن. تمام ما يغيب صوتكم، أنا أتوقع أنه النت انقطع أو الصوت راح وحرامات يعني. أوكي السلايدات الأخيرة من محاضرة اليوم حنعرف أنواع البكتيريا اللي موجودة في different size of your body. مثلا normal flora of skin اللي موجودة على سطح الجلد. microorganisms present on the skin surface are هذه examples of them. اللي هي أكو طالب سأل قال هل هي gram negative أو gram positive، جواب كان هي mixed. على سبيل المثال Staphylococcus epidermis هذه تكون and diphtheroids are the most common bacteria found on your skin. less common أقلهم حتكون Peptococcus, Streptococcus viridans, Enterococcus, Micrococcus, Escherichia coli والCandida. Candida هي مو بكتيريا، Candida هي fungus. إذا أحد يحب يعرف أو يعرف أكثر عنها هي اللي تكون اللي تظهر في على شفاه الأطفال مرات مصير بقع بيض. أوكي هي هذه الكانديدا. normal flora of oropharynx the main members of normal flora of the mouth and throat are very dense streptococci. هذه تكون gram positive وتكون streptococci خلايا أو بكتيريا تكون مسبحية. أعتقد أيضاً راح تشوفوها بالمختبر إذا تحضرون سلايدات. normal flora of upper respiratory tract
within 12 hours of birth, alpha hemolytic streptococci are found in upper respiratory tract and become the dominant organism of the oropharynx and remain so for the whole life. In the pharynx and the trachea, similar flora is established. فإذا هذه حتكون موجودة بال upper respiratory tract. بالنسبة للبرونكاي and alveoli are normally sterile. فإذا ما راح ألقى بالحويصلات الرئوية ولا بالبرونكاي normal flora. النورمال فلورا قلنا موجودة بال upper respiratory tract واللي هي alpha hemolytic streptococci. بالنسبة للنورمال فلورا of nose and nasopharynx, the nasopharynx of the infant is sterile at the birth, but in 2 to 3 days time, بعد 3 أيام, it acquires the flora carried by the mother and the attendants. فإذا منين راح تجي هو من يجي الطفل للحياة هو يكون sterile, لكن يبدي ياخذ النورمال فلورا من الأم ومن المحيطين. اوكي, the flora of nose are diphtheroid, staphylococcus, streptococcus, hemophilus and moraxiella locnata. نأتي على normal flora of gastrointestinal tract. In the stomach, as pH low, طبعا في المعدة هيكون ال pH هو acidic فيكون low. The stomach is sterile. فإذا سؤال, هل توجد normal flora بالستومك؟ الجواب حيكون لا. السبب هو لأنه الـ pH مالتها يكون acidic فما موجودة normal flora. But as the pH increases in small intestine, the number of bacteria increase. اوكي, فنلاحظ انه راح نبدي من الامعاء الدقيقة تبدي النورمال فلورا تزداد. The bacterial count is low in small intestine as compared to large intestine. فإذا المعدة استرال لأنه الـ pH low ما موجودة normal. نأتي للأمعاء الدقيقة, أوكي يبدي normal flora, لكن مقارنة بالـ large intestine أو بالكولون لا, تكون الأمعاء الدقيقة أقل. The colon contains the largest number of normal flora and the most diverse species, including both anaerobic and facultative bacteria. فإذا البكتيريا حسب حاجتها للهواء نقسمها إلى anaerobic لا هوائية و facultative أو هوائية aerobic. فيكون اللي موجود بالأمعاء الـ large intestine both of them anaerobic and facultative. There are both gram-positive and gram-negative rods and cocci, يعني mix من كل الأنواع. The members of the colonic normal flora are an important cause of disease outside the colon. فإذا هي بداخل القولون, okay, it's fine, it's normal flora, لكن مجرد ما تخرج من القولون تروح الـ another part of your body راح تكون pathogenic. An example هي بكتيرويدز فريجلز and facultative escherichia coli. فهذه هي الـ example of normal flora in your in the large intestine. Normal flora of genitourinary tract. The vaginal flora of adult women consists of lactobacillus. فهذه lactobacillus تكون in the adult women. ليش؟ لأنه keeps the pH of the adult women is low. دائما تكون الـ pH low لأنه قلنا lactobacillus تفرز اللاكتيك أسيد اللي هو يسوي low pH. Lactobacilli appear to prevent the growth of pathogens. فإذا وجودها هنا هو حتى to protect this site of the body
تمام. About 15 to 20% of women child bearing age carried group B streptococci. هسه النوع الآخر اللي هو group B streptococci, which is an important cause of sepsis and meningitis in a newborn. فهي normal flora in mother, لكن لما ياخذها البيبي حتبدي تسبب عنده sepsis والmeningitis. Urine in the bladder is sterile in healthy person, but the urine passage through the outermost portions of urethra is often become contaminated with Staphylococcus epidermis, coliform, diphtheroids and non-hemolytic streptococcus. تمام. فهذه هي النورمال فلورا اللي موجودة في this part of your body. Thanks for your listening. أي طالب عنده سؤال يقدر يسأل الآن. دكتورة؟ نعم. بس سؤال إذا مصر زحمة. نعم. دكتورة هسه أنا كصيدلاني لما يجي أحد عنده شو اسمه بكتيريال انفكشن. نعم. يعني أقدر ببساطة عن طيب براد سبيكترام أنيبايتيك وأضرب عصفورا الحجر, شنو الغاية إنه أعرف نوعها إن كانت بوزيتيف أو نيجاتيف أو نوعها بالضبط, بس مجرد أعرف الأنيبايتيك اللي يشتغل على السيستم المناسب وأخلص من هذا الأمر. هو أولا غلط يجي لك البيشنت وتنطيه راندوملي الأنتيبايتيك. البيشنت أولا إنه لا, هل هو فعلا مصاب, هذا واحد. إذا الإصابة مالته طفيفة بالإمكان إنه جسمه يقاومها خلال 3 أيام وينتهي كل شيء بدون أنتيبايتيك. الشغلة الثانية إذا في حالة إنه هو كلش إنه لازم يأخذ أنتيبايتيك, لازم يسوي كلتشر. الكلتشر حيدلل إنه نوع العلاج اللي يأخذه ونوع البكتيريا. إذا هي جرام بوزيتيف فأنطيه علاج يشتغل على الجرام بوزيتيف, إذا هي نيجاتيف أنطيه علاج يشتغل على النيجاتيف, أو إذا عندي العلاج هو وايد سبيكترام أوكي تمام أنطيه إياه, لكن ما أنطيه من أول ما يجيني أوكي هذا أنتيبايوتيك روح اشرب. أوكي ماشي دكتورة ماشي شكرا. السايد افكت مالت الأنتيبايوتيك إنه حتى تضرب لي النورمال فلورا اللي موجودة في جسمي. ده اشوف انه بعض الاحيان لما ياخذ انتيبايوتيك يصير عنده دياريا. السبب انه هو النورمال فلورا اللي موجوده بالامعاء هي ده تسوي بالانس, يعني لما افقدها اول شغله حصير عندي الدياريا وغيرها. اكو سؤال اخر. مينا واثب, النورمال فلورا ما تعيش بالمعده بسبب حامضيتها؟ نعم, because of low pH. Another question. نعم. شلون الانتيبايوتيك شبي؟ هو ما يصير, ما يصير, ما يصير نهائيا. في انجلترا ما ينطيك الانتيبايوتيك الا بوصفه وباستشارة الطبيب, وإلا أنه أنت محتاجة مو 100% 1000%, لأن إن شاء الله بالمحاضرات نشرحها ونسوي ديسكشن إذا تحبون. يعني ريزلت هذا الأخذ العشوائي يسبب كارثة, يسبب ريزيستنس. فأنت بدل ما تعالج جاي تقوي البكتيريا وتخلي أنه تسبب كارثة, وهذا هو سبب إنتاج أجيال من الأنتيبايوتكس. كل ما يطلع جيل كل ما صار البكتيريا مقاومة إليه بسبب الأخذ العشوائي للأنتيبايوتك بدون حاجة إليه. العفو. Another question. أوكي طلاب, تحبون أنزل لكم هنا اللينك او انزلكم على الكلاس روم؟ نزل هنا دكتور هنا ان شاء الله. يلا هنا.